الآخر سكشن في chapter 4 إن شاء الله ونبدأ في chapter 5. آخر سكشن في chapter 4 بتحدث عن generalized forwarding NSDN software defined network. تمام، بس رح نعرف الابستراكشنز تبعات الاوبن فلو ستاندرد اللي من خلالها بلش موضوع استخدام الاس دي ان في النتورك، بس عشان نكون عندنا فكره كافيه شو اللوجيك تبع الجنرالايز فورورتنج. تمام، وفي شابتر 4 رح ندخل في الراوتنج الجوريثمز ونربط الامور في بعض ان شاء الله. الان احنا كنا حكينا في بدايه شابتر 4 انه في طريقتين للفوردنج، الطريقه التراديشنال اللي مستخدمه غالبا حاليا اللي هي المعتمده على الديستنيشن اي بي، اذا ديستنيشن بيست فوردنج هي احنا بنسميها. فالراوتر زي ما كنا حكينا في السابق بيطلع على الديستنيشن اي بي ادرس وبيكون عنده فوردنج تيبل بيحكي له اذا كان الديستنيشن ضمن هذا الرينج، ضمن يعني حسب البريفكس حطه على هذا البورت وهكذا. فكل راوتر بيعمل هذا الكلام لحد ما توصل للديستنيشن سبت. في الجنرالايزد فوروردينج الموضوع شوي اعم، يعني الديستنيشن بيس هي حاله خاصه منه، فهم عمموها على اساس يصير في فلكسبيليتي اعلى، في كنترول افضل على الفلو اوف ذا داتا ويذين ذا نتورك. ففي الجنرالايزد فوروردينج NSDN each router contains a flow table. الآن بدل forwarding table صار فيه المفهوم العام إنه فيه إنه flow table that is computed and distributed by a logically centralized routing controller. إذن هذا الفرق. حكينا في traditional forwarding في routing algorithms موجودين في كل router، والrouting algorithms بيحكوا مع بعض عن طريق ال ICMP، بتبادلوا routing information و they run the algorithm تبع routing و they come up with a forwarding table. في الـ Generalized Forwarding والـ SDN هذا الكلام بيحصل in a central location. تمام؟ ففي عنا Routing Controller موجود somewhere على واحد من السيرفر في some data center. تمام؟ بيأخذ المعلومات من الراوترز كلياتها برضو عن طريق الـ Control Messaging، بجمع المعلومات هاي، they run الـ Routing Algorithm. تمام؟ والـ Flow Control Algorithms and they come up with the local flow tables. وهي local flow tables الـ centralized controller بيرسلها عن طريق النتورك لكل واحد من الراوترز في النتورك. تمام؟ وزي ما كنا حكينا المرة الماضية، الآن التقسيمي حسب الـ new architecture في عندنا الـ control plane اللي هو الجزء المسؤول عن الـ running زي ما حكينا الراوتينج والفلو algorithms اللي موجود في centralized controller، والداتا بلين اللي هو حديثنا فيه في chapter 4 اللي بيتعلق في النتورك والراوترز وايش موجود فيه. فالربط بينهم انه الفلو تيبل بيجي من اللي هو الداتا بلين بيجي من الكنترول باي ذا كنترول بلين. تمام، الان في ستاندرد اسمه الاوبن فلو ستاندرد توز بريزنتد في 2016، حطوا فيه الابستراكشنز ذا هاو تو كنترول ذا فلوز، وكيف انت يعني هاو دو يو مانج عن طريق السوفت وير موضوع الراوتينج، وات تو دو وذ ا باكيت ات افري سويتشينج ديفايس. طبعا بنحكي سويتشينج ديفايس الان بالجنرال فوروردينج تشمل الراوترز وتشمل السويتشز، ما فيش تمييز. يعني الابستراكشنز تبعت الاوبن فلو ستاندرد تشملهم كلياتهم، فذي كان ثينك اباوت ات ا سويتشينج ديفايس ريجاردلس اوف ويتش لاير. فراح نشوف انه في الاوبن فلو في عندي كنترول على الداتا لينك لاير وعلى النتورك لاير as well as the transport layer. فمفهوم الفلو is defined by the header fields. فانت الان الفلو how to control الفلو كل شيء معرف في الهيدر فيلدز. Generalized forwarding simple packet handling rules. فعليا الجنرالايز فوردينج هي عباره عن مجموعه من الرولز تستخدمها to control the forwarding of the packets through the network. من هاي الرولز في عندك باترن. اول شيء لازم يكون عندك باترن، you have to match, there should be a match some values within the header fields should match a pattern for packet handling. تمام، اذا match value in the packet header field ده لازم يكون في عندي rules، والrules هاي بتحكي if you match such and such pattern, if the header information or header field information match such and such pattern, you need to take some actions.
تمام. إذن الأكشنز فور ذا ماتش باكيتس، إذا صار عندي ماتش بدي آخذ أكشنز بناء على هذا الماتش. إيش معنى ماتش؟ مثلا على سبيل المثال إذا كان ال destination address within this subnet، إذا the destination address within this subnet هذا ال special case أو ال case تبعت ال traditional forwarding، إنه شو بيساوي؟ بيطلع على في الفوروردينج تيبل اللي احنا كنا نسميه فورورد تيبل، الان في الفلو تيبل اللي نفترض انك تعمل بدك تعمل تراديشنال فوروردينج بيس اون ذا ديستنيشن ويتش از فاليد، تطلع على الديستنيشن ادرس تحكي if the destination address matches this prefix this is a match، صح؟ the pattern is this prefix what action should I take I can forward it to specific port. الآن الأكشنز اللي ممكن يتاخذوا based on the match match information في الـ open flow can be forwarding اللي هو regular اللي احنا في العادي في الأحوال العادية بنعملها forwarding باتجاه destination، تمام؟ أو ممكن تعمل match على شغلة تمنع من الـ forwarding. مثلا ممكن انت الآن تيجي تحكي if a certain pattern is matched drop the packet، ارميها. ممكن على سبيل المثال رح نشوف الأمثلة القادمة، ممكن الباكيت هاي جاي من compromised host، في reporting إنه في host compromised عم بيرسل bad packets، فمباشرة تحكي إنه أي إشي جاي من هذا الhost just drop it. You can also modify. You can ask or you can allow the switching device to do some modification. مثلا أخذنا في المحاضرة الماضية عن النات راوتينج وحكينا في النات راوتينج النات راوتر شو بيساوي؟ الباكيت اللي طالع من اللوكال نتورك اللي تذكر المحاضرة الماضية فيها اللوكال اي بي ادرس وفيها البورت نمبر اللي استخدمه اللوكال هوست. النات راوتر حتى يشتغل صح شو بيساوي؟ بيغير الاي بي ادرس السورس اي بي ادرس والسورس بورت نمبر. فthis is a modification. فأنت بإمكانك تيجي تحكي إنه أنا في الجنراليزد open flow forwarding إذا بدي أعمل netting functions ممكن أحكي if مثلا such and such pattern is أو في حالة ال net routing كل الباكيتس اللي طالعة من ال local network regardless إيش هي change the مثلا the IP address and put the NAT IP address اللي هو ال IP address ال external اللي جاي من ال ISP وحط port number control port number بدل ال port number اللي موجود وسجل هذا الحكي في النات تيبل هذا اللي شفناه المرة الماضية. You can do that. فهذول عبارة عن pattern matching. طبعا في الحالة هاي pattern راح يكون anything all wild cards يعني كلها stars يعني regardless من وين جاي بالضبط مين ال أي host ولا أي port اعمل عليه هاي التغييرات حتى يشتغل على النات راوتينج. فهذا موديفيكيشن. ممكن احيانا بدك تعمل اذا صار عندك ماتشنج على باكيت يو نيد تو سند ذا ماتش باكيت تو ذا كنترولر، ممكن بدك ايش تساوي؟ تعمل مور اناليسيس على الباكيت قبل ما تاخذ فيها قرار. بسموه مثلا في شيء بسموه ديب باكيت انسبكشن. ممكن تيجي تحكي هاي الباكيت ات ماتش سيرتن باترن، هذا الباترن بيحكي بدها مور اناليسيس. فوديها على الكنترولر فبيملانا إنكابسوليشن وبيرسلها لمين؟ للسنترلايز كنترولر. الآن سنترلايز كنترولر بيأخد فيها أكشن، ممكن يعمل عليها موديفيكيشن، ممكن عليها يعمل عليها دروبينج، يمكن رجعها مرة ثانية للنتورك يحكوا حولوها باتجاه معين. هاي يعني زي ما حكينا أبستراكشن جنرال يعني أمور عامة بتغطي تقريبا كل أشياء ممكن نحتاج نسويها. بريوريتي تحتاج بريوريتايزنج الماتشنج. إذا كان على سبيل المثال واحدة من الباكيتس ماتشت a number of patterns a new pattern إلو priority على من pattern ثاني then the priority disambiguate the overlapping patterns counters إذا فعليا إحنا عندنا pattern and action match and action بسميه match plus action زي بسميناها زمان. بالإضافة لهذا الكلام في priority to زي ما حكينا disambiguate the patterns وفي عندنا counters for statistics. في counters بتعد bytes وبتعد packets كم packet عملت ماتش لهذا الباترن وكم بايت كانت في هاي الباترن ضمن هذا مو هكذا. فهاي data collection this data is collected for analysis purposes for later optimization improvement بشكل عام. These are data collectors
for later use. فبشكل عام the flow table in the router is computed and distributed by the controller. إذا الكنترولر هو مسؤول عن إيش؟ إنه يحسب المعلومات اللي موجودة في الفلو في الفلو تيبل ومسؤول إنه يوصلها لكل راوتر في النتورك. تمام؟ فهي فعلياً عبارة عن match action rules. زي ما حكينا في إنه matches إنه match the patterns وفي إنه actions based on that match. مثال على ذلك زي ما حكيت قبل شوي. مثال الأول مثلا لنفترض ممكن أنت تحط الماتش التالي إذا كانت السورس مثلا السورس IP address بيبدأ 1.2 طبعا يعني هاي أرقام عشوائية أو أرقام يعني مش بالضرورة حقيقية 1.2 subnet 1.2 والباقي stars يعني إيش anything else يعني أي إشي ضمن هذا يعني كأنك عم تحكي عن subnet subnet mask 1.2 إذا كان السورس من 1.2 والديستنيشن رايح ل 3.4.5 برضو نذر سبنت يعني جاي من سيرتن سبنت ورايح لسبيسيفيك نذر سبنت دروب اعمل عليه دروب بالناشية فور سم ريزن مش مهم الان ليش لازم يكون في سبب ليش انا بعمل دروب. الرول الثاني اذا كان السورس جاي من وين مكان مش مهم من وين جاي لكن رايح لديستنيشن 3.4 سبنت او بريفكس 3.4 فورورديد to port 2. هذا إيش معناها؟ This is traditional, this is destination based routing. هذا هو traditional routing اللي حكينا عنه. This is a rule that allows for traditional destination based routing. في المثال الثالث إذا كان source مثلا جاي من specific host لاحظوا في IP address كامل ممكن يعني it can be that specific. جاي من specific host بغض النظر لوين رايح مش مهم لأي destination رايح send it to the controller ممكن يكون هذا host مشكوك في أمره إنه compromised بده more analysis more careful inspection ودي على الكنترولر خلي الكنترولر يأخذ في action هو يأخذ في قرار شو نسوي تمام أي سؤال so far إذا في الأوبن فلو ستاندرد وهون عم بيتحدث حسب كلام الكتاب عن أوبن فلو أول ستاندرد 1.0 أنا ما عنديش علم إذا في يعني أي موديفيكيشن أو another version بس هاي الأوريجينال فيرجن للأوبن فلو ستاندرد ففي عندنا فلو تيبل إنتريز إيش هم الإنتريز؟ عندنا رولز أو الرول والأكشن والستاتس الرولز زي ما حكيت لكم قبل شوي ممكن فعليا بتشمل 3 layers link layer والnetwork layer والtransport layer إذا كان control switching على link layer والrouting على network layer وكمان تشمل الـ source and destination ports على الtransport layer تمام بالتحديد عم نتحدث عن TCP ports ففي الرولز في عندي switch port هذا المقصود في الincoming يعني أنا إجتني packet اجتني من اي بورت دخلت من اي بورت تمام هاي ممكن كمان ايش تكون جزء من الرول في اللينك لاير ممكن انا الرولز تبعتي او الرول تبعتي تشمل السورس والديستنيشن ماك ادريسز ممكن تشمل ايش نوع الايثرنت او الستاندرد اللي موجود في اللينك لاير اذا في عندي في لان رح نتحدث عن هالفي لان في شابتر 6 في عندي في لان اي دي اذا كانت على سبيسيفيك في لان اي دي و specific source or destination or ethernet type I can build the rules based on these في النتورك في الداتا في اللينك لاير طبعا ال switch port ممكن يكون ايش سواء switch او router it doesn't matter كل واحد منهم له ports ومرقمات ولهم كل واحد لها ID بالنتورك لاير في عندي ال IP source وال IP destination يعني ال IP address source و destination وعندي ال IP protocol نفس الشيء زي الإيثرنت بروتوكول أو تايب في عندي آي بي بروتوكول أي بروتوكول من الآي بي فيرجن 4 ولا فيرجن 6 مثلا وفي عندي التي سي بي بورت سورس بورت وديستنيشن بورت ممكن الرولز تبعتي تشمل هدول وراح نشوف عليها أمثلة بعد شوي بالنسبة للأكشن زي ما حكينا ممكن الأكشن يكون فورودينج تو سيرتن بورت أو بورتس يعني ممكن تعمل فورودينج على سبيسيفيك بورت ممكن تعمل مالتي كاستنج يعني ممكن تعمل فورودينج على أكثر من بورت ات ذا سيم تايم وممكن تعمل flooding او احنا بنسميه broadcast ممكن تعمل forwarding على كل البورتس ما عدا اللي اجى منه وهذا اللي بيحصل كثير في السويتشنج هذا رح نشوفه ان شاء الله في chapter 6 لما نتحدث عن
الـ Data Link Layer Switch، إنك أحياناً تعمل هذا الكلام. فهاي بتعطي يعني الإمكانيات، هاي كلياتها موجودة بشكل حكا Port or Ports. Two, another action is encapsulate and forward control. زي ما حكينا، إذا بدك تعمل more deep packet inspection, you encapsulate the incoming packet, or you send it to the controller for more inspection. Number three, drop the packet. إذا حققت certain rules, just drop it. Four, send to normal processing pipeline. إذا كان حققت أو match pattern معين أو did not match any of the patterns that will take special actions. هاي بالعادي بتكون إيش معظم الباكيز في normal processing pipeline اللي هي general forwarding. تمام؟ اللي هو regular forwarding اللي هي بدك تعملها forwarding باتجاه destination إذا ما عليهاش أي مشاكل. الفيفث اكشن زي ما حكينا modify fields. You can modify some fields if needed based on the on matching a certain pattern. واخر شيء اللي هي الستات زي ما حكينا you collect packets and bytes for each one of these patterns. في عندك على الاغلب database tables محطوط فيهم you collect all the information about the incoming flow of data. تمام؟ اي سؤال؟ تقريبا تكرار يعني انا حكيت الكلام تقريبا مرتين بس هون more specific information في الروتس. شوف مثال الـ destination based forwarding يعني based على الـ abstraction تبعت الـ open flow. لو انا بدي اعمل destination based forwarding كل اللي بسوي بحدد الـ destination IP. ممكن احدد destination IP ممكن احدد destination IP in specific او احدد السبنت او البريفيكس تبع السبنت. هون في المثال هذا محدد specific ID. اذا كانت رايحه لهذا الهوست لهذا السبيسيفيك يعني كان الديستنيشن اي بي ادرس فيلد في الاي بي في الداتاجرام كان 51.6.0.8 forwarded to port 6 حطها على port 6. لاحظوا الباقيين كلهم stars. ايش يعني stars؟ يعني regardless of the other fields بغض النظر من وين جاي من وين رايحة على الـ different layers بهمني الـ destination IP address. إذا كان هذا الرقم حطه على port 6. ممكن يتعرف شغلات إلى علاقة بالفايروال، شغلات إلى علاقة بالسيكوريتي. ممكن تيجي تحكي إذا كان الباكت رايح على TCP port 22 هذا مغلق بدناش ندخل عليه شيء. drop it، اعمل drop أي باكت جاي على TCP port 22 drop it. تمام؟ This is kind of a firewall. انت هون عم تمنع اي باكت تدخل على port destination port 22. ايش ممكن كمان تساوي في الفايروال؟ ممكن تيجي تحكي زي ما حكيت قبل شوي اذا كان الباكت جاي من IP address specific IP address 128.119.1 بغض النظر ممكن تكون جاي من specific host تمام او specific whatever ممكن تيجي تحكي drop it زي ما حكينا ممكن يكون هذا compromised host بدك اي باكت بتيجي منه اعملها drop لانه عم بيعمل مشاكل مثلا. Okay, this is also firewall processing or firewall actions. Another example, destination-based layer 2 switch. هون عم نتحدث عن switching. لاحظوا فوق هون عم نتحدث عن إيش؟ عن router. ليش؟ لأنه عم نتحدث IP address. ممكن أن يكون عندي rule للswitches. لأنه حكينا بشكل عام switching devices. فممكن أنا أعمل rule تبعتي based على MAC address. إذا كان source MAC address هذا حوله على port 3. راح نشوف في السويتشنج ديفايسز لما ندخل في الليترنج لاير انه زي هيك بيعمل عمليه الفوروردنج بيست على الماك ادريسز. وفي العادي التراديشنال سويتش بيشتغل على الديستنيشن ماك ادريس. هون في الاوبن فلو يو ار الاود تو دو ذا فوروردنج بيست على السورس ماك ادريس. نفس الشيء regardless of which port is coming in regardless of the all other parameters حطوا على port 3 في خطأ 3 غير هاي ل 3 أو هديك ل 6 doesn't matter. تمام؟ أي سؤال؟ واضح الأمور يا شبيبة؟
سكوت علامة الرضا إن شاء الله. فإذا الـ open flow abstractions فينا match plus action، تمام؟ وهذا الـ match plus action في الـ open flow abstraction بيسهل عملية الـ unification لهاي للـ services هاي في كل الـ devices. فالـ abstraction هذا العمل حتى الآن الـ devices كلها تتعامل معه بنفس الطريقة، بغض النظر من أي vendor، بغض النظر شو الموجود فيها. هذا الـ abstraction المفروض إنه يكون generalized لكل الـ networks. ففي عندك زي ما حكينا قبل شوي، في عندك الراوتر، إذا عندك راوتر match plus action، فعندك على سبيل المثال longest prefix destination IP address أو IP prefix for that auto link، هذا هو regular routing اللي بيحصل في الراوتر، إنك أنت تعمل forwarding اللي هو يعني sort of traditional routing، حطها على port معين. إذا عم تعمل switching على data link layer match destination MAC address، زي ما حكيت لكم قبل شوي switches بيشتغلوا على destination MAC address، إذا كان في match على specific أو على destination MAC address الاكشن اللي بتعمله انك يا اما فورورد اور فلود، يا بتعمله فوردنج على سبيسيفيك بورت اوتبوت بورت، يا اما بتعمل فلود يعني ترسل لكل البورتس اكسبت فور ذا بورت ذات واز كامينج ثرو، تمام؟ يعني وصلني من بورت 2 بعمل فلودنج على كل البورتس ما عدا 2 في حال اني بدي اعمل فلودنج. في كيسز راح اتحدث عنها ليتر اون في شيء بسموه سيلف ليرنينج سويتش. السيلف ليرنينج سويتش بتضطر مره تعمل فلودنج لحد ما يصير عندك معلومات عن بقية النتورك. في الفايروال actions أو match plus actions match an IP address زي ما حكينا you can match a specific IP address and TCP IP port numbers، تمام؟ و take the actions air permit or deny، لأنه في الفايروال يا بتسمح في العادي يا بتسمح يا بتسمحش. طبعا ممكن تعمل more inspection، ممكن فعليا تحولها على إشي تعملهم عليها more analysis، هذا حكي allowed، لكن بشكل عام الفايروال بيس على الماتشز يا اما بتسمح للباكيت تمر او بتسمح لهاش. زي ما حكينا كمان في الناتينج، في النات راوترز the matching is on the IP address and port number اللي جايين من incoming من اللوكال هوست، تمام؟ والاكشن از تو ري رايت ذا ادرس اند بورت نمبر زي ما شفنا المحاضره الماضيه، تمام؟ فبتلاحظوا انه في الاوبن فلو ابستراكت تقريبا كل الشغلات هسه بعد ما دخلنا فيها، وهي شغلات بتاخذوها اكثر ليتر اون في السكيورتي، بس مفاهيم عامه واضحه انه بتلاحظوا انه بستطيع اعمل في الاوبن فلو ابستراكشن بستطيع اي كان تيك اكشنز على كل هاي الليفلز، تمام؟ اوكي نشوف كمان مثال، بس مثال مع نتورك. لو كان عندي هاي سمبل نتورك، في عندي 3 راوتر 3 سويتشنج ديفايسز، عفوا مش احكي راوتر، 3 سويتشنج ديفايسز S1 S2 S1 2 and 3 وانتركونكتد بالطريقه هاي. طبعا كل هدول السويتشنج ديفايسز مشبوكين مع اوبن فلو كنترولر اللي هو مسؤول عن كومبيوتينج اند ديليفرينج او ابديتينج الفلو دايجرام، عفوا الفلو تيبل في كل واحده من هاي السويتشنج ديفايسز. لنفترض انه سويتش 1 مشبوك عليه هوست 1 وهي الاي بي ادرس تبعه، وهي هوست 2 وهي الاي بي ادرس تبعه، تمام؟ وسويتش 2 عليه هوست 4 and 3 and 4، وسويتش 3 عليه 5 and 6. لنفترض في مثالنا الحالي بدنا الداتاجرامز from hosts H5 and H6 من 5 و 6. وين 5 و 6؟ هاي 5 وهاي 6. اوبس هاي 6. بدنا الداتاجرامز اللي جايين من هذول الاثنين two hosts should be sent to H3 or 4، لنرسلهم ل H3 or H4 via S1 and from there to S2. يعني أي data، أي flow of information جاي من H5 و6 بدي إياه يمر عن طريق S1، يعني بدي يأخذ هذا الباث. مثال عام. لأن عشان هذا الكلام يتم لازم الـ Open Flow Controller يحدد الـ Flow Tables في هذول الـ 3 Switches حتى يحقق هاي الغاية. نأخذ مثال أو نكمل على المثال، شو اللي بدي إياه لازم يكون في Switch 3؟ ليش Switch 3؟ لأنه الـ Sources اللي عم نتحدث عنهم H5 وH6 موجودين في S3، فنبدأ من هناك. لاحظوا شو عم بيحكي، بيحكي
if the IP address, if the source IP address matches 10.3 dot star dot star, اللي هي إيش؟ لاحظوا إنه S3 عفواً H6 و H5 إيش الكومن بارت بيناتهم؟ 10.3. فعم بحكي إذا بيجي أي إشي ضمن هذا الرينج 10 يعني بيبدأ ب 10.3 ورايح الـ IP destination رايح لـ 10.2. ليش 10.2؟ لأنه 3 و 4 اللي هم الـ destination الـ possible destinations الـ common part منهم 10.2. طبعا كانت تعمل الكلام بأكثر من طريقة بس this is one clear way to do it. شو بساوي في الحالة هاي؟ حكينا لازم يمر عن طريق إيش؟ S1. الآن S1 مشبوك مع S3 عن طريق إيش؟ port number 3. فيعني عشان أروح الباكت اللي جايتني incoming. طبعا هم مش محددين من مش مهم من وين جايين بس الـ incoming packets اللي جايين من 6 و 5 اللي هذا الكومن بيناتهم اعمل لهم فوروردنج باتجاه S1 عشان يروح باتجاه S1 لازم احطهم على ايش؟ على بورت 3. لذلك حكى له اعمل فوروردنج على بورت 3. تمام. اذا بالنسبه للسورس هوست انحلت المشكله بالفلو تيبل بالطريقه هاي. الان شو بنساوي؟ الان الباكتس الان راح تيجي من هون على S1. شو بدي اساوي بS1؟ راح احكي في S1 ingress port 1. يعني المفروض إن إذا كان الباكت جايتني أو datagram أو whatever الباكت بشكل عام جايتني من input port number 1 هيو هذا input port number 1 يعني الباكت جايتني من خلال port number 1 يعني جايتني من S3 وكان الـ IP address source IP address 10.3 والdestination 10.2 نفس اللي كان فوق. شو بدي أساوي؟ حكينا لازم يروح باتجاه S3 اللي موجود فيهم destination. عشان يروح باتجاه S2 لازم وين احطهم؟ لازم احطهم على port 4. اذا شو حكى له؟ forward to port 4. اذا اي شيء جاييني من S3 ليش S3؟ لانه جاي على port 1 وكانوا هذول الباكتس لهم source IP address 10.3 وdestination 10.2 وديهم على S2. عشان اوديهم على S2 لازم اعملهم forwarding على port number 4. الان في S2 شو بدي احط؟ في S2 if the packet is coming through port number 2 هاي port number 2 يعني جايتني من S1 وكان الـ destination address 10.2.0.3 اللي هو H3 put it in port 3 حطها على port 3 باتجاه الهوست. واذا كانت جاي برضو من port 2 برضو جاي من S1 وكان destination address 10.2.0.4 اللي هو H4 وين بدك تحطها؟ على port 4. طبعا انا very specific. انت هون عم تتحدث عن very specific routing او forward which is possible. يمكن ما تضطر تعمل إشي بهاي الخصوصية بس المقصود إنه you can do it down to this level. تمام؟ فلاحظوا إنه the flow tables the three routers they have to be in a good match. يعني لازم يكملوا شغل بعض. They complement each other. لو واحد منهم اختل ما بتزبطش العملية كلياتها تفشل. مشان هيك الكنترولر لازم يتأكد إنه الفلو تيبلز معمولين صح ودي كان كومبليمنت ايتش اذر حتى المعلومات توصل بالطريقة المطلوبة. أي سؤال؟ في الكتاب في كمان مثالين أو ثلاث إذا أنا متذكر. يعني في أمثلة أخرى أو على نفس الصورة على نفس الرسمة لكن في إيش more examples. فا you can look at it. هذا في صفحة 387. تمام؟ أي سؤال على هذا المثال؟ أعتقد هذا تقريباً آخر شيء. نعم. يكون خلصنا chapter 4. أي سؤال يا شباب؟ قبل ما أنتقل ل chapter 5. طيب.
ما في سؤال. طيب إذا هذا كان حديثنا في chapter 4. أوكي. إن شاء الله في chapter 5 راح نبلش نتحدث عن الكنترول بلين. كنترول بلين يعني كيف نعمل الراوتينج، كيف الراوتينج algorithms بيشتغلوا، وكيف تكتمل الصورة. يعني إحنا الآن في الداتا بلين شفنا شو بنساوي في المعلومات اللي موجودة في الفلو، في الفلو تيبل. نشوف الآن المعلومات هاي كيف بتيجي، أو شو هي الالجوريثمز اللي بنعملها رن في الكنترولر أو في الراوترز في حالة الترديشنال راوتينج حتى تعمل أبديت لل forwarding tables or the control tables, the flow tables. Alright. طيب. هاي بالنسبة لشابتر 4. في حدا لسه صاحي معي؟ يبدو ما في حدا صاحي معي. لا دكتور صاحيين. اه طيب احكوا. بينوا السلايدات عندكم شابتر 5؟ لا. اللي صار. لا مبينوا. تمام. طيب اذا في chapter 5 حديثنا برضو في النتورك لاير، بس تحدث عن الكنترول لاير. اوكي، شو الهدف من chapter 5؟ understand the principles behind the network control plane بشكل عام. تمام، راح نتحدث عن اليوم على الاغلب راح نتحدث عن التراديشنال routing، نتحدث عن شوي عن SDN controllers. تمام، وراح نوقف هناك، باقي الأشياء بتاخذوها في other course. فإحنا حديثنا فعليا راح يكون mainly هون. تمام، بس راح نأخذ الفكرة هاي العامة، بعدين الـ ICMP والـ Network Management بتاخذوهم، وبالإضافة إلى الـ Internet Routing Protocols راح تاخذوهم في كورس الكورسات، في أكثر من كورس على الأغلب في Network Protocols، وراح تاخذوهم في النتورك مانجمنت، يعني جزء هون وجزء هناك. تمام، فحديثنا عن الكنترول بلين والتراديشنال راوتينج الجوريثمز بشكل عام. طيب نبدا انترودكشن. كنا حكينا في chapter 4 انه النتورك لاير اللي هي تو مين فانكشنز، الفوروردينج والراوتينج. تمام، والفوروردينج اللي هي local decision by the switching device by the router specific to move the packets from the router's input to the appropriate router output. تمام، وهذا اللي الآن أصبح في النيو architecture اسمها data plane. ال other function ليش أحكي second، لأنه هو فعليا ال first اللي هو routing، determine the route taken by the packet from the source to destination. إذن الforwarding is a local decision، كنت حكيت لكم هذا الكلام، by the switching device by the router to forward the packet from input port to output port. بينما routing is a global decision، is determining the whole path، كيف توصل من source من أي source لأي destination. وهذا اللي إحنا الآن في new architecture نسميه control plane. تمام، الآن two approaches to constructing network control plane. في طريقتين للتعامل مع الكنترول بلين. الطريقة الترديشنال اللي هي بال router control، زي ما حكينا إنه كل router يكون فيه routing algorithm running و exchange of routing information مع the other routers، وهذا اللي راح نتحدث عنه إن شاء الله اليوم. هذا هو الترديشنال way. Software defined networking approach اللي هو new approach انه logically centralized control، زي ما حكينا قبل شوي انه بدل ما اشغل الراوترز بالشغله هاي بحط ال running لل routing algorithms بالاضافه لل flow control كلياته في centralized control. تمام، فبصير الصوره كالتالي، او اللي هي الصوره الاصليه لل per router control plane، انه في عندي network فيها routers، في كل router فيه forwarding table زي ما حكينا،
والفوردينج تيبل هذا بيست على الهيدر فاليو بيحدد ايش الاوتبوت لكل واحده منهم. وبنفس الوقت في عندي راوتينج الجوريثمز رانينج وذين ايتش راوتر، وكل الراوترز بيحكوا مع بعض عن طريق كنترول مسجنج، بيتبادلوا معلومات عن اللينكس وعن الراوتر وعن الكوست والقصص هاي والكونجستشن، وبياخذوا قرار كيف يعملوا كيف الراوتينج لازم يتم من اي سورس لاي ديستنيشن وذين ذس نتورك. تمام. الان الراوتينج الجوريثمز وافتر رانينج ذا راوتينج الجوريثم ذا فورورد تيبلز ار ابديتد، بيعملوا population and updating لل local forwarding table. تمام. وفي زي ما حكينا بكون في بينهم coordination. تمام. وهاي أعتقد شغلات مش جديدة حكيناها في السابق، هاي control plane وهاي data plane حسب التقسيم الجديدة. بينما في logically centralized control plane في طريقة ال SDN أو software defined networks صار في عندي one controller that interacts with local control agents. إذن كل واحدة من الراوترز هي شو بسموه الكنترول ايجنت، والكنترول ايجنت هذا مهمته يتواصل مع الريموت كنترولر السنترلايزد كنترولر اللي هو فعليا بيعمل رن لهاي الالجوريثمز، وبعدين بيعمل ابديت او بيكومنيكيتس وذ الكنترول ايجنت حتى يعمل ابديت للفلو تيبلز. فالفلو تيبلز هاي ار ابديتد تو ايتش ون اوف ذيز راوترز بناء على اللي حكيناه قبل شوي. تمام. هذا الفرق الوحيد انه ما بين اني في traditional way اني انا اعمل ال routing running routing algorithms في الراوترز في الانديفيديوال راوترز، الان بعمل ال execution لهي الالجوريثمز في الريموت كنترولر، وبعدين بوصل المعلومات لكل راوتر عن طريق الكنترول ايجنت. طبعا الكنترول ايجنت ان ان اوت لانه هو بده يرسل الستاتس للكنترولر، وبنفس الوقت يستقبل منه ايش الابديتس على الكنترول على ال forwarding all flow tables. اوكي. طيب اذا هاي mainly بس بشكل عام، واعتقد انه كثير من الكلام هذا مكرر chapter 4. الان نتحدث عن راح يكون هون معظم شغلنا الصحيح، المحاضره هاي المحاضره القادمه ان شاء الله بنخلص chapter 5 لان شغلنا راح يكون في routing protocols. اذا ما راح تحدث routing فعليا routing protocols، على الاغلب راح تحدث routing algorithms لانه البروتوكولز راح تحدث general routing algorithms اللي هم ال two categories اللي هم link state and distance vector routing algorithms. البروتوكولز الانترنت بروتوكولز اللي مبنية على هدول الالجوريثمز راح يدرسوهم في كورس ال network protocols إن شاء الله. حديثنا في routing protocols. What is the goal of the routing protocol؟ كنت أنا ذكرت هذا الكلام في السابق. في العادة الراوتينج بروتوكول مهمته يحسب globally كيف أنا أوصل من أي source لأي destination، هاي بالعربي البسيط. تمام. إذا mainly determine good paths أو routes، إحنا نسميها route أو نسميها path نفس المفهوم. From sending hosts to receiving hosts to from sending hosts to receiving hosts through network of routers. إذا في عندي network of routers والراوترز هاي مشبوك عليهم hosts، والhosts هدول بدهم يحكوا مع بعض. فمهمة الراوتينج بروتوكول انه يجد routes او paths. لما نحكي كلمة good احنا عادة بنحكي least cost path، افضل path، افضل path باقل cost. شو مفهوم الكوست؟ اذا اول شيء الباث حكيناها اللي هي sequence of router packets routers the packets will traverse in going from the initial source to the final destination. إذا الباث هو مجموعة routers اللي راح تمر عليهم الباكتس من السورس للديستنيشن، هذا هو الباث أو الراوت. good هون معناها least cost، معناها fastest، معناها least congested. حسب طبعا كلهم بالنهاية بيأدوا نفس الكلام. المختصر العام في إلها إنه least cost path. لما نحكي least cost path يعني الباث اللي بيكلفني أقل ما يمكن. شو راح يكلفني؟ مش راح ادفع فلوس غالبا، واحيانا ممكن فيها دفع فلوس، لكن فعليا انا الكوست تبعتي اللي هي الديليز. لما يكون عندي كونجستشن على سيرتن راوتس بيكون الكوست تبعها عالي، لان بضطر انتظر فتره اطول في الكيو، فبصير عندي باكت ديلي عالي، ممكن يصير عندي تايم اوت على في الابر لايرز، بصير في عندي ري ترانسميشن وقصص زي هيك. فممكن الليست كوست هو يكون افضل شيء، يعني افضل شيء عام.
وهذا يعني يضمن انه يكون fastest and least congested، لانه كل مكان الكونجستشن اقل كل مكانة السرعة اعلى. فتعريف الكورس بشكل عام هو ايش مرتبط على الاغلب في الديلي. مثلا لان الراوتينج هي واحدة من اهم 10 يسموه نتورك تشالنجز او نتوركينج توبكس. فالراوتينج من الاشياء اللي الناس بتشتغل عليها بشكل باستمرار في النتوركس، تمام؟ دائما في ايش نيو الجوريثمز نيو تكنيكس، كيف انا اعمل راوتينج واحصل least cost routes from any source to any destination. الان عشان نتحدث عن الراوتينج الجوريثمز رح نعرف شو نسميه الجراف. بتوقع انه اخذته ك داتا ستراكشر، اخذته الجراف في كورس الداتا ستراكشر، مظبوط ولا انا غلطان؟ هذا بتذكر اخذته مفهوم الجراف، تعرفوه من اول. احكي يا دانيال. مين فتح المايك؟ طيب ما حدا بيرد. اه دكتور اخذناها بالداتا ستراكشر. طيب احكوا. شكرا شكرا. عفوا. فالجراف زي ما انتم عارفين عباره عن مجموعه من النودز and number of nodes and number of edges. النودز في حالتنا في حاله النتورك بيمثلوا الراوترز، set of routers. في الحالة هاي عندي U, V, W, X, Y, and Z، هدول اللي هم إيش الأشكال الدائرية، هدول بيمثلوا routers. set of N N is set of routers. وفي عندي E اللي بتمثل ال edges or links، تمام؟ اللي هي الخطوط اللي واصلة ما بين الراوترز. فإحنا بنيجي نحكي link U, V. وين link U, V؟ هاي link U, V اللي واصل U مع V. link UX هاي link UX، link XY هاي link XY، وهكذا، تمام؟ ففي عندي مجموعة من الراوترز أو النودز، فإن هي عادة بيحكي عنها نودز بس في حالتنا ما بتكون راوترز، والE اللي هم الإدجز أو اللينكس. فالجراف أبستراكشن زي ما أنتم عارفين من الداتا ستراكشر له استخدامات كثيرة، تستخدم بشكل هائل جدا في الداتا ستراكشر. في اسمه جراف ثيوري، كورسات تدرس ادفانس ليفل كورسز في الجراف ثيوري. احنا ناخذ شيء يعني بطريقه ناخذها بطريقه مبسطه. فالان مفهوم الكوست، لانه حكينا الراوتينج الجوريثم مهمتها تجد الليست كوست باثس. فشو مفهوم الكوست؟ الكوست من سم نود اكس لسم نود اكس بار هي الكوست اوف يوزنج ذا لينك اكس اكس بار، تمام؟ فانت الان الكوست، فانت الان الارقام اللي مكتوبه، هذا الرقم 5 اللي مكتوب على اللينك او على الايدج هو بيمثل الكوست. فانا عشان استخدم اللينك WZ راح تكون الكوست علي 5. 5 as an abstract number، فكر فيها، 5 ملي سكند، 5 قروش، 5 اللي بدك اياه، المهم 5 5 يونتس بغض النظر regardless of what unit the unit is. ففي عندي ايش؟ A cost of 5 of using link أو edge WZ، تمام؟ Cost could always be 1. في بعض النتوركس ممكن أحط الكوست كلياتها 1، تمام؟ ده كل الكوست زي بعض، وهذا الحكي يعني practically يمكن يكون صعب، بس ممكن أن أفترض هذا الكلام. في الحالة هاي بصير عندي least cost path اللي فيها أقل عدد من الهبس. فلما يكون عندي الكوست متساوي، مش بالضروره 1 بس المقصود انها 1 يونت او يعني ذا سيم يونت، في الحاله هاي الكوست نفسها او الكوست تبع الباث بصير، او يعني خلينا الليست كوست باث هو الاقصر باث اللي فيه عدد اقل عدد من الهوبس. اور انفرسلي ريليتد تو باندويث، ممكن ايش تكون تناسبها عكسي مع الباندويث، يعني كل ما زادت الباندويث كل ما قلت الكوست، لأن كل ما زادت الباندويث كل بشكل عام كل ما زادت السرعة عندي، تمام؟ يمكن الكوست إن ماني تكون أعلى، بس أنا بالنسبة لي كباكت أنا بهمنيش، أنا بهمني البرفورمانس. Or directly related to congestion، ممكن الكوست مرتبطة متناسبة مع الكونجستشن، يعني كل ما زاد الكونجستشن كل ما زادت الكوست، كل ما زادت الباندويث كل ما قلت الكوست. ليش؟ لأن هذول مرتبطات في سرعة نقل المعلومات. cost of a path، إذا في عندي path وبدي أحسب الكوست لهذا الباث، هو عبارة عن
مجموع الكوستس للانديفيدوال لينكس اور ايدجز اكروس ذس باث. فاذا عندي باث بتكون من ايدجز من نودز x1 x2 x3 x all the way to xp, اذا الكوست لهذا الباث هو الكوست من x1 ل x2 زائد الكوست من 2 ل 3 زائد من 3 ل 4 من 4 ل 5 all the way لعند p minus 1 ل p اللي هو اخر لينك. فانت بس بتجمعهم مع بعض. تمام؟ فعلى سبيل المثال اذا بدنا نيجي نحسب الكوست لهذا الباث من يو لزي, طبعا لاحظوا في عندك مالتيبل باثس من يو من يو لزي, بامكانك توصل لزي عن طريق اكس واي, ممكن توصل عن طريق في دبليو, ممكن توصل عن طريق دبليو مباشره, ممكن تطلع اكس دبليو وهكذا. ففي عندك مالتيبل باسيبل باثس لزي. بس خلينا ناخذ هذا الباث على سبيل المثال. الكوست من يو لزي في هذا المثال عباره عن 1 زائد 1 زائد 2 4. لو أخذت الكوست من U ل Z عن طريق W راح تجد أنه الكوست 10. فتلاحظوا أنه الكوست عن طريق XY is much less costly than going through W, even though لاحظوا W is one hop, يعني بس من W ل Z مباشرة, بينما من عن طريق الباث الأولاني لازم نمر عن طريق two hops. فانت حساب الكوست بيعتمد على الكرايتيريا تبعتك كيف تحسب, بس بشكل عام هيك بنحسب الكوست اللي هو مجموع الكوست. اذا الكويك كي كويشن, وات از ذا ليست كوست باث فروم يو تو زي. فطالما عندي كل هاي الباث من اليو لزي, طب انا كيف بدي اعرف الليست كوست باث, كيف بدي احدده الجوريثميكلي؟ تمام, انا ممكن من الصوره هاي اجي اطلع واي انسبكت واحسب كل الباث واقارنهم في بعض, بس انا بدي الجوريثم يحسب لي الكلام هذا اوتوماتيكلي. اذا الراوتينج الجوريثم, مهمه الراوتينج الجوريثم is to find the least cost path. تمام, اذا مهمه الراوتينج الجوريثم يحكي لي شو هو اقصر طريق, مش اقصر, عفوا اسف, مش اقصر طريق, ايش هو الباث اللي بيوصلني من يو لزي باقل كوست ممكن. تمام, اذا هذا مفهوم الراوتينج وايش الهدف من الراوتينج الجوريثم. نشوف الآن الـ Routing Algorithms how they are classified. كيف إحنا منصنف Routing Algorithms؟ في أكثر من طريقة للتصنيف. There are more than one way to classify the Routing Algorithms. One way to classify the Routing Algorithms is global versus decentralized information. المقصود إنه classification بناء على شو المعلومات اللي متوفرة لكل واحد من الراوترز. Classification, كل الراوترز, all routers have complete topology and link cost information. في الجلوبال بيست راوتينج الجوريثمز بنفترض مبدئيا انه كل الراوترز عندهم معلومات كامله عن النتورك توبولوجي, يعني عندهم تصور كامل كيف الراوترز مشبوكين في بعض وكم اللينك كوست لكل واحد منهم. طبعا this is not easy to get. ليش؟ لانه النتورك ممكن تكون كبيره وعلى كمية المعلومات هاي. طب كيف أنا بدي أعرف المعلومات هاي؟ I know this information through exchange of routing information. بصير كل راوتر يعمل برودكاست عن الستاتس تبعه, اللينكس اللي موصولين عليه وكم الكوست تبعتهم and so forth. فهذا اللينك كوست information is assumed to be known by all routers all the time. It's a little bit hard assumption. بالذات إنه بالنتوركس الكبيرة في العادي بيكون في دينامكس كثير, يعني المعلومات بتتغير. ايش يعني زي ايش بتتغير؟ ممكن يصير عندي بريكج على واحدة من اللينكس, ممكن واحدة من اللينكس افقدها سلك, بالنهايه هي سلك, هي كونكشن, ممكن تكون وايرلس, ممكن تكون واير, ممكن في لحظه من اللحظات ما استطيع ارسل عليها, فغيرت لي التوبولوجي كامله. فاي تغير في هذا التوبولوجي لازم يكون الراوترز كلهم عارفين عنه. ممكن تتغير الكوست, الكوست بتغير اسرع, اللينكس ما بتتغير بسهوله, يعني بتحصل very occasional, لكن اللينك كوست بتتغير. ليش؟ لانه هي مرتبطه بالكونجشن. لما يصير عندي كونجشن على specific router ببلش ايش؟ الكوست ثروت تزيد, فانا شو بدي اساوي؟ بدي هاي المعلومات عشان اعمل تعديلات وهكذا. هذا النوع من الالجوريثمز رح نتحدث عنه اليوم ان شاء الله, مسميه لينك ستيت الجوريثمز. فاللينك ستيت الجوريثم عندها كل الراوترز عندهم the current state of all links through the on the network. النوع الثاني اللي هو decentralized,
Routers know physically connected neighbors and link host to neighbors only. في decentralized router ما بيعرف غير المعلومات اللي حواليه. إيش المعلومات اللي حواليه؟ كل راوتر مشبوك في مجموعة من الراوترز. نحن نسميهم neighbors. neighbors يعني اللي بينه وبينهم إيش؟ single link. فكل راوتر مشبوك مع راوتر آخر بسنجل لينك يعتبر نيبرز لبعض. فكل راوتر الآن بيعرف بس معلومات عن النيبرز تبعونه، بس بيعرف جيرانه، الناس اللي مشبوك فيهم بإيش سنجل راوتر، وبيعرف معلومات عن اللوكال لينكس على هدول اللينكس اللي شابكينه بالجيران فقط. وهذا بيحتاج iterative process of computation exchange of information with neighbors. فاللي بيحصل في حالة decentralized إنه الآن كل راوتر بيعرف معلومات عن النيبرز تبعاته. بيرسل المعلومات هاي للنيبرز. الآن النيبرز تبعونه إلهم other neighbors. في الناس اللي مشبوكين في النيبر تبعه لكن مش مشبوكين معه مباشرة. فبصير في propagation للمعلومات back and forth. بيضلوا يبادلوا معلومات. كل واحد يحكي مع جيرانه. لحد ما يصير في إيش؟ معلومات كافية أستطيع عن الراوتر. فهذا بده iterative process. هذا مسميه distance vector algorithms. إذا في عندي two categories. Link state و distance vector. هذول اللي راحين يتحدث عنهم إن شاء الله. اليوم راح نحكي غالبا في link state والمرة الجاية بنحكي في distance vector. في تصنيف آخر. This is another classification. You can classify the routing algorithms based on whether they're static or dynamic. إيش يعني static? Routes change very slowly over time. ممكن تتعمل network وتعمل فيها static routing. خلص أنا بديش حط routing algorithms. بدي أبني routing table. ثابت يعني بالذات بيكون عندك نتورك صغيره وانت حاسبها وعارف كيف بدك تمرر المعلومات you can do it easily. او اذا يكون عندك نتورك وفيها تغير لكن التغير is very slow يعني بيحصلش فيهاش كثير dynamics. النوع الثاني اللي هو most common بالذات في الانترنت اللي هو dynamic routes change more quickly. الراوتس بتغير بسرعه. ليش؟ لانه الستاتس تبع النتورك بتغير بسرعه بالذات مفهوم موضوع الكونجستشن والاسوشيتد كوست معه. هذا بيحتاج updating على ال routing information. فال updating ممكن يحصل بطريقتين. one or more of these update strategies. ممكن يكون periodic update. ممكن تيجي تحكي إنه أنا بدي أعمل running لل forwarding tables أو لل routing algorithms وأعمل update لل forwarding tables أو لل flow tables every once in a while. بتحط فترة معينة وبتعمل periodic update. أو بتخلي demand driven, event based. In response to link cost changes. كل ما يتغير cost على link تمام بتعمل ايش عملية update للمعلومات. ممكن تعمل اثنين مع بعض فيش شيء بيمر. نبدأ باللينك state. في اللينك state routing algorithm اللي برضو تسمى the Jaxer's algorithm. ليش؟ لانه اسم العالم اللي اقترح هذا الالجوريثم. وهذا داجيكس الالغوريثم مشهور جدا ومتوقع انكم جد اخذتوه في الداتا ستراكشر وله تطبيقات هائله جدا. زي ما حكينا في اللينك ستيت النتورك توبولوجي اند لينك كوست ار نون تو اول نودز. نودز المقصود راوترز تمام. كل الراوترز بيعرفوا معلومات كامله عن النتورك. اند ذيس از اكمبلشد بي لينك ستيت برودكاست. اذا فعليا هذا الكلام كيف بيتم؟ الراوترز بيتبادلوا عن طريق Link State Broadcast باستخدام الـ ICMP الـ Internet Control Messaging Protocol. تمام؟ عبارة عن Control Information, very small packets. All nodes have the same information. إذن لما بيتبادلوا المعلومات هاي they broadcast all the information. المعلومات بتوصل لكل الراوتر بصير الراوترز عندهم Global Information ونفس المعلومات تماماً. شو بيساوي الآن؟ they compute the least cost path from one node to all other nodes. إذا تستطيع الآن تعمل run للدجكسز algorithm من أي node اللي هو source node لأني other destination node within the network. This provides the forwarding table for that node. إذا لما تعمل أنت least cost path كل node تعمل من عندها لبقية nodes الأخرى تمام؟ تحدد least cost path لكل واحدة من other destinations بصير عند الفور لوكال فوردنج تيبل تبعها. It's an iterative process تمام. وفي في الايتريشنز after k iterations the node will know the least cost path to k destinations. يعني في اول iteration في iteration 0 بتعرفش اي شيء بتعرفش least cost path لاي مكان
طبعا هاي الانيشال كيس. لما تمر على لما بتخلص one iteration بتصير تعرف ايش the least cost path to one of the destinations. في second iteration the second وهكذا. فتحتاج k iterations to know the least cost path to k destination. ايش النوتيشن المستخدمة؟ c of x y, this is the link cost from node x to node y. تمام. If there is no direct neighbors, if they are not direct neighbors, the nodes مش direct neighbors, initially بحط الكوست تبعتها infinity. أنا مش شايفه، ما بعرف شو الكوست تبعته. Later on بعرف الكوست تبعته بعد ما أخلص run للالجوريثم. Capital D of V, the current value of cost for of path from source to destination V. إذن ال capital D of V بتمثل ال current value of cost of the path cost. لوين؟ لعند V. انتبهوا انه احنا حكينا الـ algorithm is run by a specific node, specific router. الراوتر هذا بيحكي خلال الـ run للـ algorithm انه اللي انا بعرفه انه في لحظة معينة انه الـ cost عشان اوصل لـ destination V بتكلفني D. وهذا الكلام متغير as you run the algorithm. القيمة هاي بتصير إيش؟ تتناقص لحد ما توصل الأوبتيمال، توصل إيش الليست كوست أو الحد الأدنى تبعها. P of V, the predecessor node along path from source to V. يعني أنا عشان أوصل V، مين هي النود اللي قبلها؟ يعني أنا بوصل V من خلال مين؟ فهاي P of V بتمثل the predecessor node اللي وصلتني ل V. وهي مهمة لأن زي ما حكينا أنا ممكن أوصل ل V بأكثر من path ومن خلال أكثر من نود. فأي نود اللي وصلتني لبي. N prime, the set of nodes whose least cost path definitely known. إذن هاي مجموعة النودز اللي الآن أنا بعرف 100% least cost path إلهم. طبعا بنبدأ ب empty set. في البداية ما بعرفش ولا واحد منهم. لما بنتهي الرن للالجوريثم بيكون عندي إيش؟ كل النودز في النتورك موجودين في N prime. تمام؟ هاي النوتيشن، هاي المعلومات العامة. نشوف كيف بيشتغل الالجوريثم. نبدأ بانيشاليزيشن. أول شيء زي ما حكينا N prime بتكون empty أو فيها بس U. U اللي هي السورس. انتبهوا سو U. U اللي هي السورس اللي أنا عم بعمل run. بعمل run للالجوريثم منها. وزي ما حكينا كل واحدة من النودز بتعمل run لحالها بنفس الطريقة باستخدام نفس المعلومات. لأن أنا بعمل run من U، فمشان هيك N prime بدأت بU. أنا بعرف بس نفسي. For all nodes V، لكل النودز اللي موجودين في النتورك، if V is adjacent to U، adjacent يعني neighbor، إذا كانت V neighbor لU يعني في بينهم direct link، معناها في لينك بيناتنا وانا عارف كم الكوست تبعت اللينك. حط الكوست الكرنت كوست ل في عباره عن ايش؟ الكوست تبعت اللينك المباشره بيني وبين في. Otherwise set it to infinity. اذا فيش بيني وبينه دايركت لينك، اذا هو مش نيبر الي، حطها infinity. اي الانيشاليزيشن اللوب. الان بنبدا الالجوريثم. Find w not in n prime. دور على some node W مش موجودة حاليا في N prime، يعني ما عنديش الآن، ما بعرفش الـ least cost path تبعها. Such that DW is minimum، بحيث إنه يكون الـ cost لهاي W هو المينيمم. إذا بدي أدور على النود، تمام، اللي لسه بعدني ما عرفت الـ least cost path تبعها، أوكي، وأدور أشوف بناء على المعلومات اللي عندي كم أقل كوست عشان أوصل W. ولما أحددها add it to N prime، تضيفها على N prime، صرت أعرف المينيموم كوست ل W. Update DV، update D of V for all V adjacent to W and not in N prime. الآن بدك تصير تعمل update على الكوست لكل واحدة من النودز that are adjacent to W and not in N prime. يعني الآن أنا طالما أضفت W للقائمة، يعني صرت أعرف
الليست كوست ل W. شو بدي أطلع الآن؟ بدي أطلع على النيبرز تبعون W. طالما أنا عرفت إنه W، عرفت الليست كوست ل W، معنى ذلك إنه أنا بستطيع أوصل للنيبرز تبعون W من خلالها. فالآن شو بدي أسوي؟ بدي أعمل أبديت على الكوست تبعات V اللي هم نيبرز ل W، اللي مش بضرورة نيبرز، اللي بجوز بعد هالكوست لعندهم infinity. فالآن أنا صرت أستطيع أوصلهم من خلال W. فبدي أعدل الآن، أحكي لو أنا بدي أوصلهم من خلال W كم بدي تصير الكوست عشان أوصله. كيف أنا بعمل هذا الكلام؟ D of V الكوست ل V some node V that is adjacent to W and not I don't know the least cost path to it. هو إيش؟ المينيمم للكرنت كوست. تمام؟ يعني الآن كيف بدي أعرف كيف بدي أحدد الليست كوست، الكرنت ليست كوست لفي؟ بقارن الكرنت كوست اللي موجودة عندي في التيبل حاليا مع إني أنا أوصلها من خلال W. تمام؟ إني أنا بدي أوصل لW، هاي الكوست لW الليست اللي أنا بعرفها ليست كوست لW، وأضيف عليها إيش؟ الكوست من W لهاي النود، وأقارن الكلام هذا. هل الكلام هذا بيعطيني كوست أقل من إشي الحالي اللي موجود ولا أعلى؟ بأخذ المينيمم تبعهم Y update the table. طبعاً Y update كيف أنا بوصل V؟ إذا 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 قررت إنه هذا أحسن، معنى بستطيع أوصل V عن طريق W، فبغي I update the predecessor node لتصير W ل V. إذا new cost to V either old cost or to V، يعني المقصود إنه يا أما old يا أما عن طريق new addition لل end prime. أوكي، هذا الكلام حكينا. ضلني أكرر هذا الكلام لا يخلصوا كل النودز. لاحظوا إنه كل مرة في كل مرة عم بضيف نود ل end prime. إذا عندي 10 على سبيل المثال، معنا بحتاج 10 iterations. إذا عندي 10 nodes total بحتاج 9 iterations. ليش؟ لأنه أنا واحدة من 10، فضل عندي 9 nodes بدي أعرف possible destinations، أعرف least cost تبعه، فبحتاج أعمل run 9 مرات، وكل مرة بضيف واحد منهم فبيقلوا واحد لحد ما إيش أحطهم كلياتهم. نشوف مثال. تمام يا شبيبة؟ هذا تمام الوصف العام لدجيكتز ألغوريثم. نشوف مثال. لو كان عندي هذا المثال U X W V Y Z، هذول الراوترز، وعندي إيش؟ كل واحد منهم إله كل واحد من اللينكس إلها كوست. واللي نفترض إنه أنا بدي أبدأ من U، لاحظوا بدي أبدأ من U، يعني U هي اللي عم تحسب الآن، تعمل run للالجوريثم وبتحسب least cost من عندها لكل عند كل الأذر نودز. إذا step zero هي initialization، صح؟ شو بدي أساوي الآن؟ بدي أشوف مين neighbor وأحدد الكوست تبعته بناء على الدايركت لينك اللي بينه وبينه، وبقية النودز I set them to infinity. تمام؟ فلاحظوا هذا مثل الكرنت least cost لنود V لنود W X Y Z، والبارامتر الثاني اللي بعد الفاصل بيمثل البريدسر نود، يعني مين البريدسر تبع V، مين اللي وصلني ل V. لاحظ الآن عشان أوصل، إذا نتحدث في الانيشاليزيشن، في الانيشاليزيشن أنا بحكي عن الدايركت لينكس. فالآن عشان أوصل V على سبيل المثال، وين V؟ هاي V. عشان أوصل في V بينه وبينها دايركت لينك، الكوست تبعتها 7. وكيف بوصلها؟ بوصلها مباشرة، لما تحكي إنه البريدسر يو وأنا يو، معنى ذلك إنه هذا this is a direct link. الآن عشان أوصل W، الكوست بيني وبين W 3، برضو إيش؟ direct link، فعندي 3 and U. و X كذلك بوصلها بخمسة مباشرة. الآن بقية النودز اللي في النتورك Y و Z هايهم ما عنديش direct link لعندهم، لذلك I set them to infinity، بحط infinity لساتني ما بستطيع أوصلها. أنا بعرف إنه موجودات، لكن أنا هون عم بحاول أحدد الليست كوست لهم، ما بعرفش كيف بدي أوصله، عن طريق مين أوصله.
شو بدي اسوي الان؟ هاي عندي التيبل. في الخطوه الاولى الان بدي ادور ما بين النودز اللي مش موجودات في ان برايم واللي انا بعرف الكوست لعندهم، خليني اشوف انو اقل واحد فيهم، انو اقل كوست. W صح؟ شو بساوي الآن؟ بضم W لN برايم. أوكي؟ فالآن W هي أقل كوست أنا بعرفها لغاية الآن من عندي، فبضيفها ل W. طيب الآن صارت W ضمن N برايم. الآن W، لاحظوا إنه W بتوصلني بواي الآن، بستطيع الآن أوصل لواي من خلال W. هاي أول نقطة. ولكن إيش كمان؟ لاحظوا الآن لما صرت أعرف الـ W وهي least cost path لـ W، بستطيع أستخدم W زي ما حكينا، بدي أعيد حساباتي الآن. هل W بتحسن الكوست لـ other nodes؟ يعني على سبيل المثال أنا بستطيع أوصل X بخمسة، لو أنا رحت لـ X عن طريق W هل أفضل ولا أسوأ؟ لاحظوا الكوست كم؟ 3 زائد 4 7. سير سبعة، سبعة أسوأ. إذا عمين بضل، بضل على الدايركت لينك. لذلك لاحظوا في 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 إكس ما تغير شيء، ظلت 5 إن يو. بينما لاحظوا في كانت الكوست الدايركت كوست تبعتها 7، بينما بستطيع أوصلها من خلال دبليو بكم؟ 6 بستة. إذا شو بدي أساوي؟ بدي أعمل أبديت إنه أنا بستطيع الآن أوصل في بكوست 6 عن طريق مين الآن؟ عن طريق W بدل U اللي هي الدايركت. إذا أنا إيش؟ حسنت الكوست للوصول لV، وبنفس الوقت صار عندي الآن access لY من خلال W. عشان أوصل Y من خلال W كم الكوست؟ 3 زائد 8 11. هي. ولاحظوا أنه Z W بتوصلنيش في Z، Z بعدها بالنسبة لي invisible او unreachable. تمام؟ فالان شو اللي صار؟ لاحظوا انه W انشالت من القائمه. ليش؟ لانها دخلت في N برايم ودخلت بدالها ايش؟ او دخلت واحده جديده اللي هي Y. ففي النكست اتريشن شو بدي اساوي؟ بدي ارجع اعيد كمان مره اقارن النودز اللي موجودين عندي غير اللي موجودين في N برايم، اني الليست كوست او اني اللي لها ليست كوست. لاحظوا انه X إلها least cost صح 5 مقارنة ب 6 و 11. شو بساوي الآن في next iteration؟ بضيف X للقائمة، بضيف X للقائمة وبرجع بعيد الحسابات كمان مرة. تمام؟ لاحظوا الآن باجي بحكي طيب هل X بتأثر على V؟ هل وجود X بيأثر على V؟ X و V مش مشبوكين مع بعض مباشرة، ففعليا ما بتتأثر، فبتضل الكوست لV عن طريق W هي الأفضل 6، فبتضل زي ما هي. ولاحظوا أنه W في N برايم لذلك تطلعش عليها، و X موجودة في N برايم. الآن Y، هل الكوست عن طريق X طالما أنه X أضفتها للقائمة النودز with known least cost path، هل بستطيع أوصل Y عن طريق X بكوست أقل من الحالية اللي موجودة اللي هي إيش؟ 11. لاحظوا إذا بدي أوصل Y عن طريق X بدي 5 زائد 7 اللي هي كم؟ 12. فبيضل وصولها عن طريق W أفضل، لذلك بخليها إيش؟ زي ما هي. هذا اللي حكيناه قبل شوي، المقارنة ما بين الكرنت كوست تمام والنيو كوست اللي ممكن تيجي من خلال الأدد نود. لاحظوا الآن لما أضفت X صارت A، صرت أستطيع أوصل Z. عشان أوصل Z عن طريق X كم بدي كوست؟ بدي 5 plus 9 14. فهي أنا أضفت إيش؟ صرت أعرف أوصل لزي من خلال إيش؟ من خلال X والكوست تبعتي 40. ممتاز. لا شو بدي أساوي؟ أرجع أكرر كمان مرة، عندي 6 و 11 و 14، أقل واحدة مين؟ 6. إذا شو بدي أضيف؟ بدي أضيف الآن V للقائمة، وصارت عندي N prime فيها V، فهاي خلاص أصبحت موجودة في N prime، وهاي موجودة في N prime، وهاي موجودة في N prime. شو بدي أساوي الآن؟ بدي أرجع أحسب حسابات Y و Z. هل وجود V بخفف الكوست علي بY و Z؟ لاحظوا Y
لاحظوا واي بستطيع أوصلها عن طريق V بكوست أقل 7 زائد 4 11 كم الكرنت كوست لواي عن طريق W في شيء غلط 3 الآن بستطيع أوصل نعم الآن في عندي طريقتين أوصل عن طريق W بعدين من W للواي بالضبط فأنا بإمكاني أوصل V يا أما عن طريق U V Y أو أستطيع أوصل عن طريق إيش U W V Y لاحظوا U W V Y 3 زائد 3 زائد 4 10 هي. ولاحظوا في الحالة هاي مين كان البريدستر نود اللي هو V فلاحظوا الآن شو اللي راح يصير أنا بوصل ل V أحسن الآن انتبهوا مظبوط هاي الشغلة اللي أنا خربطت فيها لاحظوا إنه هاي أنا أصلاً متجنبها ليش لأنه حكينا عشان أوصل ل V لازم أوصل V عن طريق W لأنه الدايركت كوست من U ل V الكوست تبعته أعلى منها من W فأنا عشان أوصل Y عن طريق V فأكيد ما رح أرجع لهاي لأنه الكوست تبعتها عالي فأنا فعلياً الآن صار الكلام هل أوصلها من خلال W ولا أوصلها من خلال V؟ لا أنا بوصلها من خلال V و V بوصلها من خلال W فصار عندي 3 زائد 3 زائد 4 10 هل يتغير إشي بالنسبة لـ Z؟ لح تشوف أنه ما تغير إشي بالنسبة لـ Z ليش؟ لأنه Z بستطيعش أوصلها غير عن طريق X والكوس تبعتها 14 أو بستطيع أوصلها عن طريق Y بس ليش ما بستطيع؟ لاحظ الآن ممكن أوصلها عن طريق Y بـ 12 طب ليش ما حكيت انه انا بستطيع اوصلها عن طريق واي ب 12 حدا بيحكي لي لانه لسه ما حطينا واي بالاند ابسولوتلي لسه واي مش موجوده عندي في القائمه شكرا ممتاز لانها واي مش موجوده في القائمه ما بستطيع امر عن طريقها لساتها بعدني ما اضفتها على ان برايم لذلك حسب المعلومات اللي عندي حاليا زي از ريتشبل اونلي ثرو اكس لانه واي لسه بعدها مش في ان برايم فصفى عندي ايش هذول التنتين بدي اقارن بين 10 و14 بضيف الآن Y تمام؟ صارت كمان Y مع تطلع الآن صارت الأمور سهلة صح؟ ضل أشوف الآن هل Y بتحسن للكوست لزي حكينا هذا الكلام قبل شوي بتحسن الكوست بصير إيش؟ بصير 12 عن طريق Y أوكي؟ خلاص الآن ما ضلش عندي إيش؟ غير Z في آخر خطوة بضيف Z وبينتهي الرن للألغوريثم لاحظوا شو اللي حصل الآن حسب التابل هذا صار الكلام انه انا عشان اوصل V لازم اروح عن طريق مين W وعشان اوصل W راح تكون عبارة عن direct link وعشان اوصل X لازم يكون عن طريق direct link وعشان اوصل Y لازم اوصل Y عن طريق مين V وهكذا وعشان أوصل Z لازم أوصل عن طريق Y Y بوصلها عن طريق X وهكذا تمام؟ عفواً Y بوصلها عن طريق V عفواً هي Y بوصلها عن طريق V فZ بوصلها عن طريق Y و Y بوصلها عن طريق V فالآن هذا التابل بإمكانه يعطيني new topology إسا الآن هاي real topology اللي موجودة صح؟ هاي كل الأشياء اللي موجودة متوفرة في النتورك الآن بعض اللينكس أنا تجنبتهم زي هاي اللينك الآن هاي ما بستخدمها لأن الكوست تبعتها كثير عالي وهاي ما بستخدمها لأن الكوست تبعتها كثير عالي وهكذا فالآن أنا رح أستخدم بس اللينكس اللي الكوست تبعتهم قليلة تمام اللي بتضمن لي least cost path فلاحظ الآن this constructs the shortest path tree by tracing predecessor nodes أوكي فعندك بعض ال فالبعض بعض اللينكس ما رح أستخدمهم فشو راح يطلع عندي في النهاية؟ راح يطلع عندي الباث اللي بين معكم هون لاحظوا اللي بالبولد صفي عندي ايش النتورك؟ صفي عندي النتورك بس هذول اللينكس اللي انتم شايفين هون لاحظوا هذول بوصوني لكل النودز هذا بوصلني ل X هذا بوصلني ل W ومن W ل V ومن V ل Y ومن Y ل Z بقية الكوست هاي وهاي غير مستخدمة وهاي غير مستخدمة وهاي كمان غير مستخدمة هاي redundant فصفت عندي فعليا النتورك
for routing purposes اللي موجودة في البولد لاين بس. اوكي ضل معنا مثال، نشوف المثال الاخر، ضل معنا وقت، اوه جاوزنا الوقت. طيب اللي راح اسويه المره الجاي هوفلي تكونوا انتم راجعتوا اللي حكينا اليوم، نرجع مره ثانيه بناخذ مثال على داجكس الالجوريثم بس عشان ايش نسترجع المعلومات. راح نشوف المثال التالي اللي هو تبع النتورك الاصلي اللي احنا شفناه، وبعدين بندخل في الديستنس فيكتور. اذا المره الجايه بنراجع بشكل سريع الداجكس الالجوريثم ونشوف هذا المثال، وبعدين ندخل في الديستنس فيكتور الالجوريثم. سامحوني ما انتبهت للوقت بس كان لازم نخلص هذا الجزء. اي سؤال؟ واضحه الامور؟ تمام دكتور. ممتاز كويس، الان واضحه بس ضروري جدا، ضروري جدا اسمعوني كويس، ضروري جدا تتدربوا اللي انا بقترحه. خذوا نفس النتورك هذا، نفس المثال هذا، اعملوا لرن للالجوريثم من داخل واي، ومره اعملوه من داخل اكس، مره اعملوه من داخل دبليو، وشوفوا شو بيطلع معكم وقارنوا النتائج. It is very important in to try it بإيدك manually حتى تشوف شو بطلع معك نتيجة، والمفروض النتيجة تطلع معك منطقي، يبين معك إنه فعلا هو least cost أو حصلت least cost paths لكل واحدة من هاي nodes. تمام. طيب المرة الجاية بنحكي عن هذا الالجوريثم، عفوا عن هذا الاكزامبل، عن نفس الالجوريثم as another exercise. تمام، وننتقل للdistance vector إن شاء الله محاضرة القادمة ننهي chapter 5. أي سؤال يا شبيبة؟ أي سؤال يا شبيبة؟ طيب اللي ما عنده سؤال بإمكانه يغادر، يعطيكم العافية، إن شاء الله نكمل حديثنا يوم الاثنين القادم، يعطيكم العافية، السلام عليكم.